بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى ضحوك رئيس جامعة ولاد مبارك. بالنسبة كنتواجدوا في واحد المعرض ديال المثمر اللي فيه واحد المجموعة ديال الفلاحة تتلقاو تكوين بعض الأساتذة اللي مختصين في زراعة الزيتون. احنا جد فخورين حيت تنظم عندنا بالمجهودات ديالنا وديال السلطات المحلية والسيد الوالي باش تنظم عندنا هذا اللقاء هذا اللي حضر فيه السيد الوالي اليوم. عطاني انطلاقه ديال التكوين ديال بعض الفلاحه اللي كينتميو للجهه كاملين، يعني كل نهار غادي يكون 150 فلاح اللي غادي يستافدوا من هذا التكوين ديال كيفاش يزرعوا الزيتون وعمليه ديال التسميد ديال التشديب ديال الزرع. يعني كاين عده عمليات، واليوم كان يوم تاريخي بالنسبه لنا لان اول مره جامعة ولاد مبارك كيتنظموا بحال هاد المعارض هادو، وهذا الاول ان شاء الله الرحمن الرحيم، ومازال ان شاء الله الرحمن الرحيم تنتمنوا غادي يكونوا معارض اخرى جهويه ودوليه ان شاء الله اللي سخر الله في الميدان الفلاحي بحول الله. الفضل كيرجع دائما للسيد الوالي، هو اللي كيصارع على هاد العمليات هادو، وحنا كاين واحد التنسيق بيننا وبين رجال السلطه مشكورين، السيد رئيس الدائره والسيد القائد اللي حتى هما كيلعبوا بالدور ديالهم هنا في المنطقه ديال ولاد مبارك، اللي كينسقوا ما بين الفلاح وما بين هاد الشركه ديال المثمر. اللي تقريباً لي انا هذا اللقاء اللي كان ناجح 100% الحمد لله، هذا شرف للمنطقه وشرف لنا احنا كمسؤولين على الجماعه. جمال الحسني فلاح من المنطقه ديال الفخي بن صالح، الجماعه ديال دارود الزيدوح. جينا للمثمر هنا ان شاء الله بالنسبه للاستفاده ديالنا، فمن ناحيه انا حاليا يلاه دوزت الورشه ديال اشجار الزيتون، لا من ناحيه الثقيل لا من ناحيه التسميد لا من ناحيه جميع المعلومات. المهم تم تقنيا كاين تطور، تم من ناحيه التنظيم ديال البرنامج ديال هذا المثمر، من ناحيه التنظيم كاين تنظيم احسن من هاد السنين اللي فاتت. واللي بان لي انا جديد فهاد، لان سبق لي حضرت الورشات اللي فاتوا، فالجديد اللي بان لي انا هو هاد بالنسبه لهاد السنه هذه هو المشكل ديال الماء، لان مشكل ديال الماء اصبح مطروح بشكل كبير. وهاد العرض اللي تعطانا على حساب السقي فكانت فيه الاستفاده الكثيره بالنسبه للجانب ديال الترشيد ديال المياه. احنا اليوم كنتواجدوا باليه المثمر المتنقله لزراعه الزيتون في المرحله الثانيه ديالها من بعد المرحله الاولى اللي دازت في اقليم قلعه السراغنه. اليوم كنتواجدوا باقليم بن نلال. الهدف من هذا اللقاء هو المزيد من التواصل والقرب من الفلاح من اجل توصيل جميع الممارسات الفلاحيه الجيده من اجل التطوير ديال الفلاحه مستدامه مع الحفاظ على الموارد الطبيعيه. فبطبيعه الحال من خلال التواصل ديالنا مع الفلاحين فاحنا كنحاولوا نقربوهم من جميع الخدمات اللي كتوفرها اليه المثمر، اللي هي اولا التحاليل ديال التربه بالمجان، يعني من اجل كخطوه اساسيه للتسميد المعقل فخصنا نديروا التحليل ديال التربه. فكنوفروا هاد الخدمه هذه للفلاحه، يقدروا يجيبوا العينات ديال التربه ديالهم يديهم للمختبر المتنقل اللي كاين في المنطقه عن طريق المهندس اللي كيأطر الفلاحين في هذه المنطقه، وكيستافدوا من هذه الخدمه مجانا وياخذوا النتائج ديال التحاليل ديال التربه باش يعرفوا شنو هي التركيبه اللي يخدموا بها في البقعه ديالهم. كاين كذلك التأطير الميداني ديال الفلاحين ديالنا اللي كيأطروا ما يفوق واحد 600 فلاح في هذا الاقليم هذا عن طريق زيارات ميدانيه، كيحاولوا يقدموا لهم جميع النصائح فيما يخص الزراعه ديال الزيتون بالاضافه الى زراعات اخرى حسب الطلب ديال الفلاح والمسار التقني المعقلان انطلاقا من العمليه ديال الزرع حتى العمليه ديال الجني بطرق علميه وتقنيات سليمه
باش يحسن من المضوضيه. كاين عندنا برامج اخرى كبرنامج منصات تطبيقيه اللي كنحاولوا اننا نختاروا واحد العدد ديال الفلاحه اللي كنجزوا عندهم هذه المنصات التطبيقيه، كنجيبوا لهم المواد الاساسيه وكنحاولوا نبينوا لهم اشنو هو المسار التقني اللي خصهم يتبعوه، وكنديروا واحد البقعه شاهد اللي كنحاولوا نقارنوا النتائج، ومن بعد الفلاحه كنوريهم النتائج. طبيعه الحال فالفلاح خصو يشوف النتائج في ارض الواقع باش يقدر يتبع دوك التقنيات السليمه، وفي هذا الاساس هذا كنديروا هذا البرنامج ديالنا، بالاضافه الى مجموعه ديال الخدمات اخرى اللي كنوفروا للفلاحات، حلول رقميه، تطبيقات رقميه للمواكبه ديال الفلاح عن بعد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.